لما نيجي النهاردة نقيم الوضع على الأرض، إن أصبح هذا البناء الغير مخطط أو ما يطلق عليه مجازاً العشوائي بيمثل 50% من الكتلة العمرانية لكل المدن والقرى المصرية. الفقدان للأراضي الزراعية اللي تم في مصر اعتباراً من عام 80 حتى الآن تجاوز 400,000 فدان، منهم من 2011 حتى وقتنا هذا احنا فقدنا 90,000 فدان من الأراضي الزراعية. بمجرد ما المواطن بيستلم نموذج 3 بتوقف تماما كافة الإجراءات اللي ممكن تتخذ ضد المخالفة. قدم النهاردة الطلب وقدم أي ورق النهاردة في يعني في حوزتك، هتاخد النموذج 3 اللي بيؤمنك تماما من اتخاذ أي إجراءات ضدك، واستكمل بقية المستندات على مدار الشهرين القادمين.